في قلب العاصمة الرياض تحتضن المملكة يوم السياحة العالمي هذا الأسبوع بحضور أكثر من 500 من القادة والخبراء والمسؤولين من 120 دولة حول العالم تحت شعار السياحة والاستثمار الأخضر. وتأتي استضافة هذا الحدث الهام بهدف تعزيز مكانة المملكة وريادتها في كافة المجالات وتعزيز التعاون العالمي لدراسة فرص تعزيز مرونة القطاع ودفع عجلة النمو نحو مستقبل يقوده الاستثمار ويركز على الاستدامة. ورفعت المملكة جاهزيتها لاستقبال 3 ملايين سائح صيني سنويا بعد أن أصبحت وجهة مهمة على خارطة السياحة العالمية، وجرى إدراج الصين كواحدة من أصل 57 دولة مؤهلة للحصول على التأشيرة الإلكترونية والتأشيرة عند الوصول، بالإضافة إلى إتاحة إصدار تأشيرة المرور التي تتيح الإقامة لمدة تصل إلى 96 ساعة قبل الوصول إلى الوجهة النهائية. كما أضافت منصة روح السعودية اللغة الصينية إلى قائمة اللغات المعتمدة ووفرت حلول الدفع الإلكترونية. وبحسب المؤشرات الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، نما عدد السياح الوافدين إلى المملكة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 بنسبة 58%، كما أصبحت ضمن أكبر 15 دولة في عدد السائحين الدوليين في نفس العام، لتصبح بذلك المملكة الوجهة الأكثر إقبالاً على خارطة السياحة المحلية والعالمية.